غنوجدوا اليوم واحد الشهيوه كيعجبني بزاف في التربيه غدا تعجبكم اللي هي واحد الشوربه اسيويه غادي نديروها اونصومبل وكنتمنى انكم تجربوها زوينه بزاف. غادي ناخذ طنجره ديالي اللي غنطيب فيها لا سوب. انا ديجا غليت الماء ديما انا في لي سوب اول حاجه كنبدا بها هي كندير الماء يطيب كنحتاجوه عافيه مهيله تسناها تسخن. وغناخذ بطاطا نقيها وغادي نحكها اون جوليان طويله بالحكاكه بهذه الحكاكه هذه. ما ننساش راه شعلت على الطنجره. غادي ندوز ندير البصله تشحر ما بيد ما نكمل التحضيرات. عندي هنا الزيت ديال الزنجلان كاينه كتباع موجوده غادي نديرها وغنزيد عليها البصله اللي شلطنا بصله كبيره مشلضه رقيقه ونخليو البصله ديالنا طيح وتشحر مزيان وندوز باش نحك البطاطا اللي نقيت كنحكوها طويله بحال هكا في الحكاكه الغليظه من الفوق للتحت باش نحصلو على بطاطا اون جوليان رقيقه بزاف. انا حكيت البطاطا غادي نزيدها على البصله اللي تشحرات نحرك نزيد زيت الزنجلان لبنت لي الطنجره بدات كتنشف وغناخذ خيزويا اللي حتى هي غادي نقيها غادي نحكوها بنفس الطريقة اللي حكينا بها البطاطا جوليان طويلة نحكينا خيزو نزيدوه على طنجرة نحرك مزيان كيف ما ديما ما خصناش نلوحو القشور ديال الكروفيت لان فيهم نسبه المذاق الاكثر ديما نديرو بهم سوا الفومي سوا نشفوهم ونطحنوهم نخليو لا بودر ديالهم عندنا في الدار غنزيدهم على هاد المطايب اللي ديجا عندي نصايب بهم ان فومي دو بواسون اللي نمرق به لا سوب ديالي من بعد نزيد عليهم واحد العريش ديال الكرافس وربيطه ديال المعدنوس تقدروا بيان سور تزيدوا الخضره الا بغيتوا نحرك ونخليه يغلى مزيان باش ديك القشور يطلقوا ليا البنه في الفيمي ديالي نحرك بطاطا وخيزو اللي محكوكين وغناخذ كاسرونه اخرى ندير فيها الماء يغلى باش نفزك لا فيرميسيل بطاطا وخيزو بداو كيتشحرو هاهوما حطو مزيان الفومي ديالي ها هو غلا غادي نضيفو على البطاطا وخيزو وضروري نصفيوه دابا غنديرو لا سيزونمون ديال لا سوب ملحه ابزار